بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. وبعد، نكمل إن شاء الله تعالى هذا الدرس المبارك الذي كنا قد بدأناه، أو يعني تحدثنا عن جزء منه، وهو بعنوان حقوق الميت على ورثته. وقد بدأنا بالكلام عن واجبات الميت على ورثته وتأدية جزء منها وهو أهمها، وهي حقوق الله تعالى على الميت. ثم ننتقل اليوم إن شاء الله تعالى إلى حقوق العباد. فعلى الورثة أن ينظروا بعد ذلك إذا كان على ميتهم حق لعباد الله تبارك وتعالى على ميتهم. ومن هذه الحقوق مثلا حق الدين، فيحرم كذلك على الورثة أن يؤخروا أداء الدين الذي يكون على الميت، وخاصة إذا كان هذا الميت ميسورا، يعني ترك مالا يعني يؤدى به هذا الدين، لأن مطل الغني ظلم كما قال صلى الله عليه وسلم. ولنعلم جميعا أن الميت مربون لدينه حتى ولو مات شهيدا. الميت الذي عليه الدين يبقى مربونا بدينه حتى يؤدى عنه. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين، يغفر له كل الذنوب إلا الدين. فالدين يعني لا ينفك عنه حتى يؤدى إلى صاحبه. وقد كان صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل المتوفى وعليه دين فيسأل: هل ترك لدينه فضلا؟ أي هل ترك يعني مالا يمكن أن يؤدى به هذا الدين؟ فإن حدث بأنه ترك لدينه وفاء صلى عليه صلى الله عليه وسلم، يعني صلى عليه. إذا عرف غير ذلك فترك الصدين. يقول صلى الله عليه وسلم للصحابة: صلوا على صاحبكم، يعني لا يصلي على صاحب الدين إذا لم يترك يعني ما لم يؤدى به ذلك الدين. فإذا ينبغي على الورثة أحبتي أن يبادروا ويسارعوا إلى قضاء الدين تخفيفا على ميتهم وتفريجا عنه. كذلك قد يكون مثلا الميت هذا قد مات وهو قد أكل مال أحد مثلا بالباطل والعياذ بالله، أو غصب شيئا يعني ليس له، مثلا أن يغصب أرضا أو منزلا أو أن يأكل مالا بالباطل، مثلا أن يكون وصيا على أيتام أو على يعني قاصرين أو على، فيأكل أموالهم يعني بغير حق. فهذا يعني في هذه الحالة، وإذا علم الورثة يعني أهل هذه الحقوق فينبغي أن يسارعوا إلى أدائها. فمثلا نجد الميت قد يموت، مثلا الرجل يعني في حياته قبل أن يموت، يعني يكون قد مات أبوه ويعني كان هو مثلا الكبير أو شيء من هذا، فيأخذ من مال يعني من مال الإرث مثلا حق إخوته أو أخواته البنات أو شيء من هذا، يعني يمر الوقت ويمضي ثم يموت وهو عليه هذه الحقوق. فهذه الأمور يعني إذا كانت معروفة واستطاع الورثة أن يعرفوها فيجب عليهم أن يردوا الحقوق إلى أصحابها. كذلك الأشياء المغصوبة مثلا أن يغصب مثلا بيتا أو أرضا أو شيء من هذا، فينبغي كذلك أن يسارعوا إلى أداء هذه الحقوق وتأديتها إلى أصحابها. وإذا لم يجدوا أصحابها واستطاعوا أن يتصدقوا بتلك الأموال وأن يهبوها في سبيل الله يعني تخفيفا على ميتهم، فهذا يكون يعني أفضل. وأيضا ينبغي على الورثة أن يعني يبادروا ما استطاعوا، يبادروا في الوقت الذي يكون فيه يعني
الميت لازال في أول أيام موته، لأن في هذه الفترة يكون الضمير لازال يعني صاحيا، يكون يعني القلب حي، يكون الموعظة، موعظة الموت يعني لا تزال تشغل القلب وتشغل العقل وتشغل الذهن. ف يعني المشاعر الطيبة والمشاعر الخير تكون يعني مرتفعة. فإذا مر الوقت وتطاول الزمان يعني قد ينسى هذا الأمر، وقد تقسى القلوب، وقد يتجرأ يعني الورثة على يعني عدم أداء هذه الحقوق. فيعني من الآداب ومن الواجبات أن تؤدى هذه الحقوق وتؤدى في أول الوقت، وفي يعني وقت في أول هذا الوقت، حتى يحرص على أدائها ولا يهمل شيئا منها. إذن أكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، وأكمل في جزء آخر بإذن الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.